السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عوضناكم كل مره نجيب لكم جديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. هذه واحد الجوله مسائيه طبيعه الحال في شوارع وازقه مدينه بركان. الجوله تاع اليوم هي من الدخله ديال بركان حتى الخرجه ديال بركان، يعني من كافور حتى سيدي سليمان مقعد الراس. المهم في الخرجة ديال البركان يلا الخوت، ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد عبر القناة عبد اللطيف القنوري. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجولة خفيفة هنايا في شارع محمد الخامس في مدينة بركان من الدخول الى الخروج. تحياتي